تالي يعني نسبيا الفرق الجماعيه حظها كان اوفر شويه من الالعاب الفرديه ولا بيتهيألي؟ يعني ممكن نقول منتخب اليد شويه، لان هو برده منتخب قوي، منتخب بينافس على مستوى عالي. عندنا في محترفين على مستوى عالمي بيلعبوا في اكبر انديه اوروبا. مصر مصنفه في الناشئين رقم واحد على العالم، في الشباب ثالث العالم، في الكبار سابع العالم. هاي. بطل افريقيا، عندنا 9 لاعبين مصنفين وداخلين في افضل انديه العالم. عندنا محترفين كتير جدا. ليفل كره اليد في مصر اتطور. يمكن انا بشوف من وجهه نظري ان لعبه كره اليد في مصر هي افضل لعبه جماعيه في مصر. هي افضل انجازات، افضل تخطيط يعني، حتى من الاتحاد، بتاعها. ده حاجه مشرفه. حتى شفنا بطوله العالم اللي فاتت، منتخب مصر كان مشرف، الناس كلها كانت بتشجعه. طبعا خسران من بطل العالم الدنمارك ركلات ترجيحيه، مش رميات ترجيحيه. انت وصلت معاه ذات فار يعني. وكان راس براس. ودلوقتي احنا الحمد لله النهارده يمكن الفجر منتخب مصر كسب البحرين 30-20 في الجوله الاخيره من الدور الاول، دور المجموعات. مصر متاهله ربع نهائي بعد ما حققت 4 انتصارات من 5 مباريات، يعني 8 نقط. اول مره في تاريخ فريق عربي او فريق مصري يحقق ده. هيك. او فريق افريقي، فريق عربي او فريق افريقي يحقق ده، وتاني فريق غير اوروبي يوصل دور الثمانيه ومحقق 4 انتصارات 8 نقط. دي حاجه انجاز عمره ما حصل. فمنتخب مصر كره اليد منتخب مشرف. ان شاء الله عندنا مواجهه قويه جدا يوم الثلاثاء ان شاء الله مع منتخب المانيا في ربع النهائي. اعتقد دي اهم مباراه في تاريخ مصر في الاولمبياد في كره اليد. مباراه توديك تنافس على ميداليه او تطلعك من المنافسه. طبعا. فمباراة مهمة جدا، واعتقد ان ان شاء الله منتخب مصر عينه على ميدالية في طوكيو لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية في الأولمبياد. ان شاء الله قادرين.